سؤال الأول في هذه الحلقة من سيدة تقول إنها تريد الفردوس الأعلى من الجنة في خصومة مع زوجها، وذكرت لي جملة من الخيارات، تسألني أي هذه الخيارات أرضى لله جل وعلا وأعبد له وأرجى في تحصيل مقصودي من الفردوس الأعلى من الجنة. زوجها مبتلى بشرب الخمر، وربما أيضا بالتهاون في الصلاة، فتقول ماذا أفعل؟ أتحدث معه بجدية في الطلاق لعله أن يرجع ويتوب، أتجاهل وأتغافل وأصبر وأدعو الله عز وجل، ولا أسعى في الطلاق؟ أمامي خيارات ثلاثة: أن أواجهه، اتق الله هذا لا يحل لك، وأمارس قدرا من الضغط لعل الله أن يرده إليه بذلك ردا جميلا، أو أن أتجاهل وأتغافل، أو أن أسعى جادة في طلب التفريق بيني وبينه. أقول لها: يا بنيتي، الأصل وقد طالت العشرة بينكم وباركها الله ببعض الأولاد أن نحافظ على تماسك هذا البيت وسلامته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، أن نستفرغ الوسع وأن نبذل الجهد لاستصلاحه قبل السعي إلى هدمه على رؤوس ساكنيه ومن فيه. إن الشيطان يا بنيتي لا يغتبط بشيء اغتباطه بهدم الأسر وخراب العلاقات الزوجية. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه، فأدناهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فقل له: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ثم يقول: نعم أنت، نعم، يعني أنت اللي جاب التيهة، نعم أنت، نعم أنت. فاجمعي يا بنيتي بين الصبر والنصيحة والدعاء. الصبر والنصيحة، الدين النصيحة، وأولى الناس بنصحك أبو أولادك ورفيق دربك وشريك حياتك. الصبر والنصيحة والدعاء، واستمري على هذا حتى إذا بلغ السيل الزبا وطف الصاع ولم يبق في قوس الصبر منزع، ساعتها لكل حادث حديث. والله تعالى أعلى وأعلم.